يلا رجال يلا رجال طب يلا لا والله ما هي والله لما تكبر لما تكبر لما تكبر يلا يلا رجال يلا رجال يلا هنبدأ في موضوع تستيكولار تيومرز. تستيكولار تيومرز من المواضيع برضو اللي تهمني في شابتر الميل. الميل يا دكاترة من الشباتر، قلنا من الشباتر الصغيرة اللي ما فيهوش حاجات كتير مهمة، بس اللي يهمني في شابتر الميل ثلاث مواضيع. أهم موضوع اسمه إيه؟ بناين بروستاتيك هايبرتريزم. الموضوع برضو اللي مهم شوية وفي كذا حتة MCQ الكانسر بروست. ثالث موضوع برضو يهمني هو مين؟ التستيكولار تيومرز. قبل ما اتكلم عن التستيكولار تيومرز عايزين نراجع حته هيستولوجي عن التستس. التستس يا دكاتره عباره عن مجموعه من السيمينيفرس تيوبيولز، مجموعه من السيمينيفرس تيوبيولز لاين دي من جوه بجيرم سيلز، سبرماتوجينيك سيلز، الخلايا اللي بتصنع السبرمز. الخلايا دي موجود بينها خلايا تانية بتساعد على غذاء الخلايا دي اسمها سيرتولي سيلز. بين السيمينيفرس تيوبيولز في الانترستيشيال تيشو انترستيشيال سيلز بنسميها ليدج سيلز. حد عارف الليدج سيلز دي بتعمل ايه؟ دي اللي بتصنع التستوستيرون. يبقى انا دلوقتي شويه سيمينيفرس تيوبيولز لايند من جوه بجيرمي سيلز، دي الخلايا اللي بتصنع السبرم، وموجود بينها سيرتولي سيلز في الانترستيشيال تيشو بين التيوبيولز موجود انترستيشيال ليدكسس. على هذا الاساس بنقسم التستيكولار تيومرز لثلاث عائلات، يا اما تطلع من الجيرم سيلز جيرم سيل تيومرز، يا اما تطلع من خلايا تانية مش جيرم سيلز نون جيرم سيل تيومرز، يا اما يجيلي في التستس ليمفو. يبقى ثلاث عائلات من الاوراق بيجوا في التستس. تيومرز طالعه من الجيرم سيلز جيرم سيل تيومرز، تيومرز من خلايا تانية نون جيرم سيل تيومرز، واخر حاجه ليمفوم. طيب عايزين نقول معلومتين. اول معلومه، مين اشهر عيله في العائلات دي؟ 90% من التستيكولار تيومرز مالها جيرم سيل تيومر، يعني 90% من التيومرز اللي بتطلع من التستس بتبقى اصلا طالعه منين؟ طالعه من الجيرم سيلز. النون جيرم سيل تيومرز 3% والليمفوما 70%. مبدئياً الليمفوما، انتوا عارفين الليمفوما ده مالجنانت ليمفوسيتك تيومر، مالجنانت ليمفوسيتك تيومر. الليمفوما هناخدها بالتفصيل في شابتر الليمفويد، عندنا شابتر اسمه ليمفويد هناخد فيه موضوع الليمفوما بالتفصيل. يبقى انا المطلوب مني اعرفه من دلوقتي ان التستس بيجي فيها ممكن يجي فيها ليمفوما، بس تفاصيل الليمفوما دي ايه او نوعها ايه ده كلام بقى هيقابلنا بعد كده. يبقى اشهر تستيكولار تيومرز هي مين؟ عيلة الجيرم سيل تيومر. طيب المعلومة التانية، التستيكولار تيومرز مشهورة في السن الكبير ولا في السن الصغير؟ مشهورة أكتر في السن الصغير. معظم التستيكولار تيومرز مشهورة في سن الشباب عشرينات وثلاثينات. المعلومة الثالثة ودي برضو معلومة مهمة، غالبية التستيكولار تيومرز كلينيكالي العيان بيجيلي ببينلس ماس في التستس. يبقى عيان التستيكولار تيومر بيجي يشتكي من ايه؟ بيجي يشتكي من بينلس ماس في التستس، بيلاقي فجأة التستس بدأت تكبر وبينلس ما بتوجعش، بينلس اللارجمنت أو بينلس ماس في التستس. غالبية الأشخاص اللي بيجي لهم تستيكولار تيومرز في الغالب بيبقوا سن صغير عشرينات أو ثلاثينات. دي العائلات اللي عندي، أهم عيلة هي مين؟ الجيرم سيل تيومرز، فهنسيبها للآخر، هنخلص العائلات اللي مش مشهورة. أول عيلة هتكلم عنها نون جيرم سيل تيومرز، اللي طلع من الخلايا النون جيرم سيلز زي مين؟ زي السيرتولي سيلز وكمان الليدج سيلز. مبدئيا عايز اقول لكم معلومه، النون جيرم سيل تيومرز بناين، النون جيرم سيل تيومرز دي بناين، يعني التيومرز اللي بتطلع من السيرتولي سيلز او من الليدج سيلز بناين.
كلمة بناين يعني ايه؟ يعني أنا كخوف من البيهيفير بتاع التيومر نفسه أخاف من البيهيفير بتاعه ولا ما أخافش؟ مشكلتي مش بقى في التيومر نفسه هنا. ليه؟ لأن التيومر نفسه بناين كبيهيفير بناين، يعني مش هيعمل سبريد، مش هيعمل ميتاستيزيس، مش هيعمل الكلام ده. مشكلتي الوحيدة مع التيومرز دي إنها سكرته بتبدأ تفرز مواد، والمواد دي لو الليفل بتاعها عالي تعمل لي مشاكل. يبقى التيومرز دي بناين، فانا مش عنديش مشكله مع التيومر نفسه، مشكلتي مع الحاجات اللي التيومر ده بيفرز. مبدئيا الخلايا دي سيكريتوري سيلز، خلايا بتفرز، يعني جلانديولار سيلز. فلما يطلع بناين تيومر من خلايا سيكريتوري بنسيبها لكلمه ادينوما، يبقى عندي سيرتولي سيل ادينوما وليدك سيل ادينوما. ادينوما بناين تيومر طالع من سيكريتوري سيلز. قلنا مشاكلي مع التيومرز دي انها بتفرز مواد. على سبيل المثال السيرتولي سيل ادينوما ساعات بتفرز استروجين، السيرتولي سيل ادينوما ساعات بتفرز استروجين، ولو الليفل بتاع الاستروجين عالي في الشخص ده بيجي يشتكي من فيمينايزنج كاركترز، نعومه في الصوت، شعر الدقن ما بيطلعش، هايبوجوناديس، جاينيكوماستيا وخلافه. يبقى التيومر ده لو جه في الميل بيطلع استروجين فبيجي يشتكي من فيمينايزنج كاركترز. امال الليدكسيل ادينوما المفروض ان الخلايا دي نورمالي بتطلع اندروجين تستوستيرون، فلما بيطلع منها بناين تيومر بيزيد افراز الاندروجينز بكميات كبيره، بيزيد افراز الاندروجينز بكميات كبيره. واحد ميل زاد عنده الليفل بتاع التستوستيرون، ايه المشكله؟ المشكلة على حسب يا ترى الشخص ده قبل البيوبرتي ولا بعد البيوبرتي. لو قبل البيوبرتي الطفل ده هيجيله بريكوشيس بيوبرتي. يعني ايه دكاترة بريكوشيس بيوبرتي؟ بلغة قبل الميعاد، بتلاقي بقى عظمه قفل بدري، بدأ شعر الدقن والشنب يطلع له بدري، صوته يخشن بدري، ده بلوغ قبل الميعاد لان التستوستيرون عنده علي قبل الميعاد المناسب. انما لو واحد اضاد وعنده التستوستيرون علي خير وبركة، مش هيحصل له اي حاجه، يعني مفيش اي تغيير في شكله، هو هيفضل زي ما هو لان اوريدي الراجل عنده ليفل عالي من التستوستيرون. فكون ان الليفل ده عالي شويه ساعتها مفيش اي سوماتيك تشينجز، مفيش اي تغيرات في شكله، بس طبعا هيعمل له مشاكل. خدنا المره اللي فاتت من ضمن المشاكل اللي بتحصل بسبب وجود اندروجين عالي لفتره طويله مين؟ كانسر بروستات. ممكن يجي له كانسر بروستات بعد كام سنه لان عنده اندروجين عالي لفترات طويله. يبقى كسوماتيك تشينج مفيش حاجه هتتغير في شكله، انما كاضرار هيتضرر، ممكن بعد فتره طويله يجيله كانسر بروستات. دول المعلومتين اللي عايز اعرفهم عن النون جيرم سيل تيومرز. العيله الثانيه عيله الليمفوما، دي بتمثل 7%، دي مالجنانت ليمفوسيتك تيومر، هناخدها في شابتر لوحده. اللي عايز اعرفه عن الليمفوما انها استثناء عن القاعده. هي القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول ان التستيكولار تيومرز بتيجي في سن صغير ما عدا الليمفوما. الليمفوما الوحيد اللي بيجي في سن كبير اكبر من 60 سنه. يبقى معظم التستيكولار تيومرز بتيجي في سن صغير ما عدا الليمفوما، دي استثناء ودي بتحب تيجي في السن الكبير. خدوا بالكم التيومرز اوف نون جيرم سيلز السيرتولي والليدك بناين ولا مالجنانت؟ بناين. انما العيله المهمه بقى، العيله اللي تهمني الجيرم سيل تيومرز، دي اشهر عيله فيهم، بتمثل نسبه كام؟ 90%. للاسف العيله دي معظمها مالجنت، العيله دي معظمها مالجنت. يبقى 90% من التيومرز اللي بتيجي في التستس بتطلع من الجيرم سيلز كبيهيفير بتبقى بناين ولا مالجنت؟ في الغالب بتبقى مالجنت. قبل ما نتكلم بقى عن الجيرم سيل تيومرز، في قصه كنت حكيتها الترم الاولاني عايزكم تفتكروها معايا وتركزوا فيها. احنا قلنا في الترم الاولاني، الرسمه دي انا رسمتها لكم الترم الاولاني، احنا دكاتره عندنا دي، ركزوا قوي في الحته دي، دي اهم حته في الحصه كلها، دي دكاتره الجيرم سيلز اللي موجوده في التستس. المفروض ان الخلايا دي تطلع ايه؟ المفروض ان شغلتها انها تطلع سبيرم، والسبيرم ده يروح يفرتلايز الاوفا عشان يعمل لي مين؟ زايجوت، خليه. كل ده بقى في اليوترس بتاع الفيميل. الخليه دي بتتقسم لاثنين، بعد كده 4 8 16 موريولا، وبعد كده 32. بعد كده ال 32 خليه بيبداوا يعملوا ديفرنشيشن في كل الاتجاهات،
كل شويه خلايا يمشوا في سكه معينه لحد ما يتكون عند المنظر ده. هلاقي تكون عندي 3 جيرم لايرز اللي هما مين يا دكاتره؟ اكتوديرم، ميزوديرم، واندوديرم. يبقى ال 32 خليه بداوا يكتروا وبداوا يعملوا ديفرنشيشن، كل شويه خلايا مشوا في اتجاه، شويه عملوا لي اكتوديرم وشويه عملوا لي ميزوديرم وشويه عملوا لي اندوديرم. وكان فيه طبقه خلايا كمان ريليتد للاندوديرم، طبقه اليوك ساك. وكان فيه طبقه خلايا ريليتد للاكتوديرم، طبقه التروفو بلاست. التروفو بلاست دي يا دكاتره اللي بتعمل مين؟ اللي بتعمل البلاسيد. ده الامبريو البدائي، دي بدايات تكوين امبريو. الاصل كان خليه واحده زيجوت، بعدين بقى 2 4 8 16 32. بعد كده بدا الديفرنشيشن، كل شويه خلايا عملوا حاجه، اكتوديرم وميزوديرم واندوديرم، ده اللي هيكمل ويبقى امبريو. وفي حاجات كمان اكسترا امبريونيك، زي مين؟ زي اليوكساك وزي التروفو بلاست اللي هيعمل بلاسيد. كل الحاجات دي كان اصلها ايه؟ كان اصلها شويه الخلايا دول. يبقى شويه الخلايا دول كبوتنسي كنا بنطلق عليهم لقب توتي بوتنت سيلز. يعني ايه كلمه توتي بوتنت سيل؟ خليه فائقه القدره، خليه ربنا مديها القدره المطلقه انها تعمل اي حاجه. الخليه دي قدرت تعمل امبريو كامل، اكتوديرم وميزوديرم واندوديرم، وقدرت تعمل كمان اكسترا امبريونيك ستراكشرز، يوكساك وتروفوبلاست. يبقى من اول الزايجوت لحد ال 32 خليه كبوتنسي كنا بنطلق عليها لقب توتي بوتن، يعني الخليه المطلقه اللي تقدر تدي اي حاجه. طب هي الخليه دي جايه منين؟ مش جايه من سبيرم واوفر؟ طب السبيرم ده كان اصله ايه؟ كان اصله جيرم سيل في التستس، والاوفا كان اصلها جيرم سيلز في الاوفري. عشان كده الجيرم سيلز في التستس وبرضه الجيرم سيلز في الاوفري بعتبرهم توتي بوتنت سيلز. يبقى الجيرم سيلز اللي في التستس والجيرم سيلز اللي في الاوفري تعتبر توتي بوتنت سيلز. ده النورمال. الابنورماليتي فين بقى؟ الابنورماليتي لما الخلايا دي تبقى نيوبلاستيك، يطلع منها مالجنانت تيومر. لما الخليه تقلب مالجنانت، احنا قلنا قبل كده في الترم الاولاني فكره التيومر ان الخليه اتجننت وخرجت بره سيطره الجسم، بدات تفرد دراعاتها على الجسم وتعمل اللي هي عايزاه، فبدات تستخدم قدراتها المطلقه في انها تعمل اي حاجه هي تقدر عليها. الخليه دي نورمالي هي محكومه بانها تكون سبرم، وبعد كده السبرم ده لما بقى يروح يخصب اوفا يبقى يكون امبريو. انما الخليه دي لما تقلب مالجنانت ما بتمشيش على القواعد اللي ربنا حاططها لها، بتبدا تتصرف تصرفات شاذه، فتبدا الخلايا دي تنقسم وتبدا تمشي في اتجاهات متعدده. ممكن الخلايا دي لما تقلب مالجنانت تبدا تنقسم جوه التستس، وفجاه الاقيها بدات تعمل اكتوديرم وميزوديرم واندوديرم. هل ممكن الخليه دي تدي اكتوديرم وميزوديرم واندوديرم؟ اه، لانها خليه اصلا توتي بوتن، هي عندها قدرات محدوده، بس في الطبيعي هي محكومه بقانون معين. لما قلبت مالجنانت واتجننت بدات تعمل اي حاجه هي عايزاها. لقيت ان الخلايا دي لما بتقلب مالجنانت ممكن تعمل تيومر، الاقي التيومر ده جواه حاجات جايه من الاكتوديرم مع الميزوديرم مع الاندوديرم. خدنا في الترم الاولاني التيومر اللي بيعبر عن ميكس من التيشوز اللي جايه من الاكتوديرم والميزوديرم والاندوديرم. التيومر ده بختصره في كلمه ايه؟ تيراتوم. يبقى ممكن الجيرم سيلز دي تعمل لي تيراتوم. تاني سيناريو، ممكن تمشي في يوكساك، ممكن الخلايا دي تنقسم لما تقلب مالجنان ولاقيها بدات تكون لي يوكساك، فتعمل لي حاجه اسمها يوكساك تيومر. في سيناريو كمان، ممكن الخلايا دي لما تقلب مالجنان تبدا تنقسم وتمشي في اتجاه تروفو بلاست، تعمل لي مالجنان تروفو بلاستيك تيومر اللي كنا بنسميه في الترم الاولاني كوريو كارسينوما. يعني ايه كلمه كوريو كارسينوما؟ مالجنانت تروفو بلاستيك تيوم. ممكن ما تمشيش في اي سكه من السكك دي، ممكن الخلايا ما تمشيش في اي سكه من السكك دي، تفضل زي ما هي. ساعتها لو الخلايا دي قلبت مالجنانت
وفضلت زي ما هي ما مشيتش في اي سكه من السكك دي، بسمي التيومر ده سيمينوما. يبقى تاني عشان ما انتوش، انا جيرم سيل عندي قدرات مطلقه بس انا ما بستخدمهاش في الطبيعي. ليه؟ لان انا بدي سبيرم والسبيرم ده اللي يروح يعمل امبريو بعد كده، بس انا عندي القدرات دي وما بستخدمهاش في النورمال. طب لما عملت ثوره على الجسم وانقلبت عليه وبقيت انا ما بسمعش كلامه وبقيت استخدم انا مزاجي ودماغي واتصرف تصرفات غريبه، ساعتها اقدر اعمل اللي انا عايزه. ممكن انقسم وانزل اولاد، الاولاد دول اكتوديرمو وميزوديرمو اندوديرم، اعمل فيراتوم. تيجي تبص في التستس تلاقي في التستس كلكيعه، لما تيجي تحللها تلاقي جواها تيشوز من كل حته في الجسم، حاجات جايه من الاكتوديرم سكين ونيرفس تيشو، حاجات جايه من الميزوديرم ماسل بون كارتليج، حاجات جايه من الاندوديرم جي اي تي ريسبيراتوري تراكت ثايرويد جلاند. كل الحاجات دي اتجمعت في ماس واحده بسميها تيراتوم. طب ازاي كل الحاجات دي اتكونت عندي؟ لان في الاصل الخليه دي توتي بوتن وعندها قدرات مطلقه، استخدمت قدراتها دي في انها تعمل لي تيومر عباره عن اكتوديرم وميزوديرم واندوديرم. بمزاجي برضو ممكن انا امشي في سكه يوكسك بس، هي ملهاش قواعد، هي بمزاجها ممكن تمشي في سكه يوكسك بس، فلاقي النسل بتاعي اولادي عباره عن خلايا يوكسك، يوكسك تيوم. ممكن تمشي في سكه تروفوبلاست بس، يعني الخلايا دي تبدا تنقسم وتدي تروفوبلاست، تعمل مالجنانت تروفوبلاستيك تيومر او كوريوكارسينوم. ممكن تفضل زي ما هي ما تديش اي حاجه، تنقسم بس تفضل مكتسبه نفس الشكل، ما تديش استراكشرز غريبه، ساعتها بسمي التيومر ده سيمي نوم. كل دي حاجات ابنورمال، كل دي حاجات ابنورمال ما بشوفهاش غير لو الخلايا دي قلبت مالجنانت. لما بتقلب مالجنانت بتكسر كل القواعد وتبدا هي تتصرف من دماغها. ممكن تعمل لي ميكس، ممكن تعمل لي تشكيله، شويه سيمينوما على تيراتوما، تيراتوما على يوكساك، براحتها، هي توتي بوتنت وتدي اللي هي عايزاه، يا اما تدي حاجه واحده بس يا اما تدي لي ميكس من كل الحاجات دي مع بعض. يبقى انا عندي الجيرم سيل تيومرز ممكن يطلع في التستس تيراتوما اكتوديرم ميزوديرم اندوديرم، ممكن يطلع في التستس يوكساك تيومر مالجنانت يوكساك سيلز، ممكن يطلع في التستس كوريوكارسينوما مالجنانت تروفوبلاست، وممكن يطلع سيمينوما. يعني ايه كلمه سيمينوما؟ كلمه سيمينوما يعني الجيرم سيلز قلبت مالجنانت بس فضلت زي ما هي، ما ادتليش اي استراكشرز غريبه. فببص على التيشو بتاع التيومر بلاقيه هو اصلا التيشو العادي اللي موجود في التستس، مفيش اي حاجه من دي، ولا اكتوديرم ولا ميزوديرم ولا اندوديرم ولا يوكساك ولا تروفوبلاست. التيومر ده بسميه سيمينوما. اكتر اتنين يهموني السيمينوما والتيراتوما. مين اشهرهم؟ اشهر تيومر بيجي في التستس ده سيمينوما. اشهر تيومر بيجي في التستس هو مين؟ السيمينوما. ده الموست كومون جيرم سيل تيومر في التستس. يا ريت يا دكاتره القصه دي تحفروها في دماغكم، عشان لما اجي شطر الفيميل واخد الاوفريان تيومرز واتكلم عن الجيرم سيل تيومرز في الاوفري هرسم نفس الرسمه وهحكي نفس القصه وهفكركم بيه. نفس الكلام ده كوبي بيست خده في الاوفري، ما هو الاوفري برضو فيه جيرم سيلز توتي بوتر وتقدر تعمل كل الكلام اللي انا قلته ده. يبقى نفس القصه دي هنقولها بالظبط ان شاء الله في شطر الفيميل. انا دلوقتي في الميل، مين اهم تيومر في دول كلهم بيجي في الميل؟ سيمينوما. طب مين تاني اهم واحد؟ تيراتوما. عشان كده عندنا جدول مقارنه مهم بين السيمينوما والتيراتوما. طب اليوكساك عايزين كلمه عن ده وكلمه عن ده. كلمه عن اليوكساك تيومر، قلنا في الترم الاولاني التيومر ماركر بتاع اليوكساك ماده اسمها الفا فيتو بروتين، خدناه في شابتر التيومر. التيومر ماركر بتاعه اسمه ايه؟ الفا فيتو بروتين. كان الالفا فيتو بروتين التيومر ماركر بتاع حاجتين، ايه هما؟ اليوكساك تيومر والكانسر ليفر هيباتو سيلولار كارسينوما. امال بقى الكوريو كارسينوما التيومر ماركر بتاع هرمون الحمل اتش سي جي. يبقى لو عندي ميل عنده كوريو كارسينوما بيبقى عنده الاتش سي جي عالي، الميل ده لو عملت له اختبار حمل بيطلع بوزيتيف، ولو جاب شرايط اليورين الكيتس الهوم كيتس دي وعمل اختبار هيطلع بوزيتيف زي اي واحده حامل. طبعا واحد زي ده عنده ليفل عالي من اتش سي جي دايما بشك في حته مين؟ كوريو كارسينوما في التستس.
دول كلمتين عن التيومرز دي. النوع النوعين اللي يهموني واللي هتكلم عنهم بالتفصيل السيمينوما والتراتوما. خدوا بالك في جدول مقارنة بين السيمينوما والتراتوما. احنا قلنا ان اي جدول مقارنة في المنهج مهم. اي جدول مقارنة عندي في المنهج مهم. المقارنة دي ما جاتش قبل كده بس وارد يجيبها. يعني هو لو يحب يعمل مفاجأة مثلا الميل من الشباتر اللي ممكن تيجي بثلاث درجات بدرجتين ممكن يجيب في جدول مقارنة باربع درجات او بخمس درجات يجيب سيمينوما وتراتوما. يعني لو حب يعمل لكم مفاجأة السنة دي في الامتحان ودي حاجة مثلا متوقعة ممكن يوم جاي يجيب لك جدول مقارنة سيمينوما وتراتوما. على السنة ممكن ناس منكم في زنقة السبيشال يخش من غير ميل فيبقى كده طير منه سؤال باربع خمس درجات سؤال مقارنة. فياريت ياريت ما نسيبش جدول المقارنة بين السيمينوما والتراتوما او اي جدول مقارنة موجودة عندنا في المنهج. مبدئيا مين الاشهر السيمينوما ولا التراتوما؟ احنا قلنا السيمينوما اشهر تيومر بيجي في التستس السيمينوما. السيمينوما مشهورة في سن التلاتينات. عملوا احصائية لقوا الناس اللي بيجي لهم سيمينوما شباب من سن 25 ل 35 سنة مستحيل تيجي في حد قبل البيوبرتي. مستحيل تيجي في الاطفال الصغيرين. دايما شاب كبير عشرينات او تلاتينات. انما التراتوما لا بتحب تيجي في سن صغير سن اعدادي وثانوي. يعني الاطفال اللي في سن اعدادي وثانوي دول اكتر فئة بيجي لهم تراتوما. يعني ممكن اشوفها قبل البلوغ. يبقى مين اللي بتيجي في سن اكبر؟ السيمينوما بتيجي في سن اكبر من التراتوما. والسيمينوما اشهر من التراتوما. الاثنين يا دكاترة اصلهم جيرم سيل. الاثنين جيرم سيل تيومرز. يعني الاثنين تيومرز طالعين من جيرم سيلز. بس هنا جيرم سيل تصرف التصرف وهنا جيرم سيل تصرف التصرف تاني. في السيمينوما الجيرم سيلز عملت ايه؟ ده منظر النورمال جيرم سيلز اهي. قلبت مالجنة. لما قلبت مالجنة انت كسرت كل القيود وبدأت تتصرف بمزاجها. هنا قلبت مالجننت بس ما غيرتش من نفسها. فبلاقي المالجننت تيومر خلايا مالجننت شكلها عامل كده. نفس مين؟ نفس الاوريجينال سيلز بالظبط. يعني الخلايا دي عملت جونادال ديفرنشيشن. يعني ايه كلمه جونادال ديفرنشيشن؟ كونت مالجننت تيشو شبه النورمال تيشو اللي موجود اصلا في التستس. مفيش اي امبريونيك تيشو ظهر، مفيش اي يوكساك، مفيش اي تروفوبلاست. كل اللي حصل ان الخلايا كانت مالجنة كانت نورمال قلبت مالجنة. فالتيشو اللي طلع في الماس شبه التيشو اللي موجود في التستس. مفيش فيه اي استراكشرز غريب. في التراتوما لا، هي التيومر طلع من جيرم سيل. دي الجيرم سيلز لما قلبت مالجنة بدأت تمشي في سكة اكتوديرم وميزوديرم واندوديرم. فبتيجي تحلل التيومر او تاخد عينة من الورم في التستس وتبص تحت الميكروسكوب بتلاقي ميكس من كل الاستراكشرز اللي ممكن تيجي في بالك. حاجات من اكتوديرم سكن مثلا مع حاجات من ميزوديرم بونو كارتليج ومصل مع حاجات من اندوديرم زي جي اي تي زي ريسبيراتوري تراكت وزي الجلاندز بتاعه الجسم. الميكس ده كله جوه تيومر بسميه تيراتوما. يبقى في التيراتوما الخلايا عملت امبريونال ديفرنشيشن. يعني مشيت في سكه تكوين امبريو. عملت لي تيومر ميكس من الثلاثة جيرم لير اكتوديرم وميزوديرم وإندوديرم. الموضوع ده معقد شوية وبنشوف حالات كتيرة بتلاقي استراكشرز غريبة جدا موجودة جوه التيومر. ايه اللي جاب الحاجات دي في التستس؟ لان التيومر طالع اصلا من خلية توتي بوتنت. تقدر تعمل ايه يا عزيزي؟ عشان كده لو جبنا السيمينوما وبصنا تحت الميكروسكوب هنلاقي تجمعات من الخلايا المالجنانت اللي فيه تشابه بينها وبين النورمال جيرم سيلز. هيها نفس الجيرم سيلز بس الفرق ان هنا في مالجننت كرايتيريا. يعني الخلايا دي مالجننت. الخلايا دي سيباريتد عن بعضها بايه؟ فايبرس تيشو سترونج. يبقى عندي خلايا عندنا الوصف بتاعها بتبقى كبيره ومدوره والسيتوبلازم بتاعها كلير مش مشكله. اللي عايز اعرفه ان الخلايا دي في تشابه بينها وبين الاوريجينال جيرم سيلز دي السيمينوما. الخلايا دي سيباريتد عن بعضها بايه؟ فايبرس تيشو سترونج. في بقى حاجه مميزه لازم اقول كلمه مميزه. ايه الكلمه المميزه هنا؟ لو جيت تبص في الاستروما بتلاقي نقط زرقاء كتير. النقط الزرقاء دي
لينفوسيتك ايه انفلتريشن. واتفقنا على قاعده قلناها المره اللي فاتت ايه هي، التيومر اللي تلاقي فيه لينفوسيتك انفلتريشن ده كبروجنوزس حلو ولا وحش؟ جود بروجنوزس. يبقى انا اتوقع من دلوقتي ان السيمينوما احسن ولا اوحش من التراتوما؟ احسن من التراتوما. يبقى السيمينوما كبروجنوزس افضل من التراتوما، وكمالجنانت كرايتيريا اقل من التراتوما، التراتوما اعلى. حتى المنظر بالنيكد اي هتلاحظوا ان السيمينوما اهدى شويه من التراتوما. يبقى تحت الميكروسكوب لما بصيت على السيمينوما لقيت المنظر ده خلايا مالجنانت سيبريتد عن بعضها بفايبرس تيشو ستروما وفيها لينفوسيتك انفلتريشن. كنيكد اي منظر مميز قوي. لو دي التستس وده الابيديديميس اهو، تيجي تبص على التيومر بتلاقي التيومر عامل كده. سؤال، هي السيمينوما دي بناين ولا مالجنانت؟ مش دي مالجنانت؟ واتفقنا ان اي مالجنانت تيومر بالنيكد اي الريجولار الديفاين فيكسد ماس. انما السيمينوما القاعده بتختلف. السيمينوما دايما بتطلع في صوره ويل ديفايند ماس. ويل ديفايند ماس، ماس مدوره البوردرز بتاعتها واضحه، ما هياش عامله الريجولاريتي ولا ايه ديفايند ولا الكلام ده كله. ويل ديفايند ماس. السبب في ده ان السيمينوما هاديه شويه عن التراتوما والنمو بتاعها الى حد ما بطيء، وكل ما كان المالجنانت تيومر النمو بتاعه بطيء بيبقى ويل ديفايند، بيتشكل الماس بتتشكل كويس وبتبقى راوندد مدوره وحدودها واضحه. لو جينا خدنا كات سيكشن يا دكاتره في السيمينوما بنلاقي منظر مميز قوي شبه البطاطسايه، اكنك جبت بطاطسايه قطعتها، نفس منظر البطاطس بالظبط بالملي، بتبقى هوموجينس كلها نفس اللون وبتبقى جري شويه شبه لون البطاطسايه بالظبط. انا قلت لكم في العمل ان احنا عندنا صور في العمل، من ضمن صور العمل اللي عندنا صور سيمينوما، وهوريكم صوره السيمينوما بالنيكد اي شبه البطاطسايه بالظبط لما نيجي ناخدها في العمل، بوتيتو لايك ابييرنس. انما كتيراتوما لا، التيراتوما لو جينا نبص تحت الميكروسكوب قلنا هنلاقي ميكس، ميكس من التيشوز جايه من الثلاثه جيرم لاير، اكتوديرم ميزوديرم اندوديرم. قلنا في الترم الاولاني ان التيراتوما ممكن تبقى differentiated او mature تيراتوما، ممكن تبقى undifferentiated او immature تيراتوما. الكلام ده قلناه في الترم الاولاني. التيراتوما ممكن التيشوز اللي جواها تبقى differentiated او mature متكونه كويس، ممكن تبقى undifferentiated او immature مش متكونه كويس. كبيهيفير ايه الفرق بينهم؟ الماتيور تيراتوما بناين ولا مالجنانت؟ بناين. انما الامماتيور تيراتوما مالجنانت. وللاسف في التستس الاشهر البناين ولا المالجنانت؟ مالجنانت تيراتوما اشهر. عارفين البناين تيراتوما اشهر في مين؟ في الاوفري، كانت بتيجي في صوره ايه؟ بناين سيستك تيراتوما اللي بنسميها ديرمويد سيست. يبقى التيراتوما في عند الفيميل دايما بناين، انما عند الميل دايما مالجنانت، اما تشور تيراتوما. لو جيت تبص بقى بالنكد اي هتلاقي ايه يا معلم؟ انا عندي التيراتوما هايلي مالجنانت، اعنف من السيمينوما، فبتلاقي ماس مالجنانت فعلا الريجولار الديفايند فيكسد ماس فيها هيموريدج ونكروزس زي اي مالجنانت تيومر، لان ده دايما اعنف من ده. لو خدت في التيومر ده كات سيكشن ممكن تلاقي فراغات بسيطه سيستيك سبيس الصغيره. بس في هنا سؤال مهم انا عايز اسالك، لو انا مسكت تيراتوما في ايدي هل هلاقي الكونسيستنسي بتاعتها موحدة في كل الأجزاء ولا حتت أنشف من حتت وحتت أطرى من حتت؟ كونسيستنسي بتختلف من حتة للتانية ليه؟ لأن في فاريشن عنيف في التيشوز، الماس دي مليانة تيشوز مختلفة من كل الأنواع، ممكن أحط إيدي على حتة الحتة دي يبقى فيها تيشو فيرم فألاقي كونسيستنسي فيرم، ممكن أحط صابع على حتة تانية يبقى في تحت إيدي تيشو مختلف طري فألاقي الحتة دي سوفت، ممكن أحط إيدي على حتة ألاقي تحت إيدي سيستيك سبيس. يعني الكونسيستنسي بتختلف في التيراتوما من مكان للتاني لان جواها تيشوز مختلفه من كل الانواع. انما في السيمينوما لا، في السيمينوما الكونسيستنسي يونيفورم، يعني في كل الماس الكونسيستنسي واحده، في كل الماس الكونسيستنسي موحده لان هي الماس اصلا كلها نفس التيشو. انما هنا ميكس اكتوديرم على ميزوديرم على اندوديرم كل التيشوز اللي انت عايزها، وكل واحد ليه كونسيستنسي مختلفه عن التانيه، وبالتالي
كل حته في الماس ليها كونسيستنسي مختلفه عن التاني. لو جينا نقارن من حيث الراديو ثيرابي العلاج الاشعاعي، مين اللي افضل، السيمينوما ولا التيراتوما؟ السيمينوما. من ضمن الاسباب اللي بتخلي السيمينوما افضل ان السيمينوما بتستجيب للعلاج الاشعاعي، انما التيراتوما ما بتستجيبش للعلاج الاشعاعي. ده برضو من ضمن الاسباب اللي بتخلي البروجنوزس بتاع السيمينوما افضل من التيراتوما. اخر نقطه عندي في الجدول السبريد، اخر نقطه عندي هي السبريد، والسبريد في الاثنين واحد، يعني السبريد في الاثنين بيتم بنفس الطريقه. بس سؤال، مين يعمل سبريد اسرع من الثاني؟ التيراتوما، لان التيراتوما اوحش. الاثنين بيعملوا سبريد بنفس الطريقه بس التيراتوما اسرع من السيمينوما. اي سبريد عندنا في المنهج بنقسمه لوكال وليمفاتيك و بلاد. طيب دي التست ساي، وده الابيديديمس، وده السبرماتيك كورد، وده السكروتم. انا عندي مالجنت تيومر جوه التستس، مبدئيا هيعمل لوكال سبريد. لوكال سبريد ده هيتفشى في التستس نفسها، وبعد ما ينتشر في التستس نفسها يطلع على مين؟ يطلع على الابيديديمس، ومن الابيديديمس ممكن يطلع على السبرماتيك كورد. ده ممكن كمان يوصل ليه السكروتال اسكين، ممكن يوصل للسكروتم برضه. كل ده لوكال سبريد في المكان اللي انا موجود فيه. طب الليمفاتيك سبريد بيطلع على الدريننج ليمف نود اللي هي مين؟ الالياك ليمف نود. يبقى بيطلع على الدريننج ليمف نود الالياك ليمف نود، ومنها يكمل لفوق يوصل للبنكرياتيك ليمف نود، ومنها يطلع فوق شويه بارا اورتيك ليمف نود، بعد كده يعدي الديافرام ويوصل للثوراسيك كافيتي ميدياسباينال ليمف نود، بعد كده يخش في الثوراسيك داكت. وقلنا الترم الاولاني قبل ما خلايا المالجنت تخش على السيركيوليشن في ليمف نود مميزه موجوده عند الثوراسيك داكت اللي هي مين؟ الليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نود اللي كنا بنسميها فيركاو ليمف نود. قلنا اي مالجنت تيومر يمشي في الليمفاتيك ويوصل للنهايه اللي هي الثوراسيك داكت قبل ما يخش على السيركيوليشن بيطلع على مين؟ على الليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نود اللي بنسميها فيركاو ليمف نود. يبقى ده المسار اللي بتاخده الخلايا المالجنانت من اول التستس لحد ما توصل للثوراسيك داكت والفيركاو ليمف نود. الايه؟ الانجوينال؟ مالها الانجوينال؟ والله انا هكدب عليك، انا مش فاكر، انا مش بتاع مش يعني حته الليمفاتيك درينج ما اقدرش احط فيه، ما اقدرش احط فيها. لا هي بتبعت على الايه، ده اللي انا عارفه، ده انا متاكد منه. انما الانجوينال بتاخد منين؟ من قال لا اعلم فقد ايه أفهم. ده انا مش يعني مش بتاع بتاع بصوص. اخر حاجه بلاد سبريد، اخر حاجه بلاد سبريد. التست تبعت على مين؟ على السيستميك سيركيوليشن، وتوصل ليه؟ اللنج، ومن اللنج تطلع على بقيه الجسم. كل المالجنت تيومرز بتبعت في اللنج ما عدا لو كان في تيومر طالع من الجي اي تي يبعت على البورتال، يبعت على البورتال ويودي للليفر، انما دي هتطلع سيستميك سيركيوليشن وتوصل لمين؟ توصل للبورتال. كده انا خلصت الجزء المهم في الحصه، اللي عايز ينام لحد اخر الحصه ينام. فعلا يعني. الرجاله فرحانه يعني. الرجاله مزقطه. انا خلصت الجزء المهم. بقيت الاجهزه الجايه بقى لحد ما نخلص الحصه خالص هناخد كلمتين مهمين كده عن كل حاجه. عندنا شويه موضوعات هبله كده في اخر الميل هنخلصها في السريع. اول موضوع اسمه فاريكوسيل. جبنا سيره الفاريكوسيل فين قبل كده؟ في موضوع في السي في اس اسمه فاريكوس فين. ركز معايا في ايه؟ في ايه؟ موضوع اسالنا موضوع بقى اللي بتسال فيه؟ بقول لك هناخد الكراين كمان. هنبدا اندوكراين ان شاء الله. طيب معاك اندوكراين؟ هنبدا اندوكراين. موضوع الفاريكوسيل جت سيرته فين قبل كده؟ خدناه في موضوع الفاريكوس فينز في السي في اس، وقلنا كلمه فاريكوسيل اللي هي بالعربي دوالي الخصيه. بيحصل فاريكوزيتي في البامبيني فورم بلكسس اللي موجوده حوالين التستس. فاريكوزيتي في البامبيني فورم بلكسس
اللي موجوده حوالين التستس. وكنت قلت لكم ساعتها معلومه، الشخص اللي بيجي في فاريكوسيل لو عملنا بالبيشن للسكروتم هنحس باحساس باج اوف وورم. قابلنا كلمه باج اوف وورم دي فين قبل كده؟ في البريست. فين في البريست؟ في الماماري داكت اكتيزيا او البريداكتال بلازما سيل ماستايتس. يبقى عندي حتتين في المنهج فيهم باج اوف وورم، اهمهم دي الفاريكوسيل. يا دكاتره الفينس بليكسس دي بتبقى منفخه دم دايليتد وتورشوس ومليانه دم. ما هي كلمه فاريكوز يعني ايه؟ دايليتد تورشوس فين مليان دم، فالبليكسس اللي حوالين التستس دي بتتنفخ دم. لو انت دكتور عملت بالبيشن للسكروتم هتحس الفينز دي جوه السكروتم زي الدود، فتحس احساس كيس الدود باج اوف وورم. يبقى اهم حاجه في الفاريكوسيل كلمتين، التعريف ممكن اسال فيه فاريكوزيتي او دايلاتيشن وتورشوسيتي في البامبيني فورم بليكسس اللي حوالين التستس. تاني معلومه مهمه، حته مين؟ باج اوف وورم سنسيشن. ايه هي اسباب الفاريكوسيل؟ ممكن تبقى برايمري ممكن تبقى سكندري. كلمه برايمري يعني كونجينيتال. لو تفتكروا في موضوع الفاريكوز فينز قلنا الفاريكوز فينز معظم مشاكلها بتبقى كونجينيتال. كونجينيتال ايه؟ كونجينيتال ويكنس في الفين نفسه او الفالفز بتاعته. قلنا في الفاريكوز فين معظم الفاريكوز فينز بتحصل لان الشخص ده بيبقى مولود كونجينيتالي عنده الفينز ضعيفه او الفالفات بتاعتها ضعيفه. فلو واحد مولود كونجينيتالي عنده البامبيني فورم بليكسس دي ضعيفه، الول بتاعتها ضعيفه، ساعتها هتبقى دايليتد وتورشوس ومليانه دم وهيجي له فاريكوسيل. وغالبا الموضوع ده بنشوفه في سن الشباب الصغير، سن ثانوي وجامعه. انما سكندري لا، ده سكندري المرض معين. انا عندي مرض معين جاب لي فاريكوسيل. زي مين؟ الناس اللي عايشه برايت سايدد هارت فيلير. قلنا في الرايت سايدد هارت فيلير بيعمل كونجيشن في مين؟ كل الجسم ما عدا اللنج. فبالتالي بتبقى عنده الفينز دي كونجستد دايليتد وتورشوس مليانه دم فيجي له فاريكوسيل. يبقى افتكر ان الرايت سايدد هارت فيلير بيعمل دوالي في منطقتين، في الرجل فاريكوز فينز تحت لان عشان موضوع الجاذبيه الجرافيتيشنال، وكمان فاريكوز فينز في مين؟ في السكروتم اللي هي الفاريكوسيل. في حاجه كمان، في سبب كمان. ايه هو؟ الرسمه دي كنت رسمتها لكم قبل كده. عندي الاثنين كدني وعندي الرينال فينز وعندي ده الانفيريور فينا كيف، وبعدين عندي التستس رايت وليفت. الرايت تستس الفين بتاعها بيصب بدايركت في مين؟ في الانفيريور فينا كيف. انما الليفت تستس السبرماتيك فين بتاعها او التستيكولار فين بيصب في مين؟ في الليفت رينال فين. ده الفينس درينج بتاع التستس، اليمين في الانفيريور فينا كيف والشمال على طول في الليفت رينال فين. مبدئيا لو واحد عنده ثرومبس في التستيكولار فين، انا قفلت اهو، ارجع لورا ولا اطلع لقدام؟ برجع لورا. الدم هيركن هنا، هيركن حوالين التستس ويعمل لي فاريكوسيل. في سيناريو كمان، لو في واحد طالع له تيومر في الكدني، في الليفت كدني بالذات، تيومر في الليفت كدني ممكن يضغط على مين؟ على الليفت تستيكولار فين، وبالتالي الدنيا هتتسد هنا والدم هيركن هنا، يركن حوالين التستس ويعمل فاريكوسيل. يبقى يا دكاتره دي كلها سكندري كوزز. واحد عنده رايت سايد هارت فيلير، واحد جاله ثرومبس في التستيكولار فين، او واحد عنده تيومر في الكيدني وبالاخص الليفت كيدني، يضغط على الليفت تستيكولار فين ويعمل ليفت تستيكولار فاريكوسيل. في بقى سؤال عايزكم تجاوبوني عليه، فكروا معايا كده. لو انا دكتور وجالي طفل عنده 3 4 سنين بفاريكوسيل، تتوقعوا ممكن يكون ايه السبب؟ اخاف ولا ما اخافش؟ حاجه عاديه ولا حاجه تخوف؟ افكر في ايه؟ طفل 4 سنين فاريكوسيل. لا كونجينيتال ما يجيش في 4 سنين. كونجينيتال يجي في سنه 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 وجامعه. طفل هقول لكم اسهلها لكم. جاي لي انت قربت اهو. جاي لي فاريكوسيل في الليفت تيستس. ها. ويلمس تيومر صح. اشك في ايه؟ ويلمس تيومر. نيفروبلاستوما ده امبريونال تيومر بيجي في الاطفال الصغيرين اللي سنهم 4 سنين.
بيطلع من الكيدني وبرعون الليز والمخ شرطين والمستيومر نيفروبلاستوما ده امبريونال تيومر بيجي في العيال الصغيرين اللي كان بيطلع من بريزيستنت مالتي بوتنت سيلز وكان دايما بينتهي بالمقطع بلاستوما. اقول لك فين ما تزعلش هناخده الترم ده خدناه الترم الاولاني ولسه هناخده الترم. طفل صغير عنده 4 سنين جاي لي بفاريكوسين اشك في ايه؟ اشك في ويلمس تيومر في الكيدني. ايه الويلمس تيومر ده؟ اسمه الثاني نيفروبلاستوما. كنا خدنا في التيومر في الترم الاولاني عيله من التيومرز اسمها امبريونال تيومر اللي كانت بتيجي في العيال الصغيرين اللي عندهم 4 سنين كانت مالجنانت تيومرز بتيجي من البلاستيما سيلز. يا خساره شبابي وتعبوا شقايه والله. اخر ورقتين في اي حاجه ما بتذاكروش كويس ان انت فاكره انها كانت اخر ورقتين ده حد ذاته حاجه تبسطني. هي فاكره انها كانت اخر ورقتين في المذكره التيومر الثانيه فديك كويس انت كده فرحتي. نفسي بقى المره الجايه ان شاء الله قبل اخر السنه تقفلي بقى الورقتين اللي اخر كل مذكره دول والله مهمين وبيجي فوق. انا غلطان انا في السيولوجي ده الثاني كان في مذكره اقسم بالله في السينيس كانت 55 ورقه ذاكرت 54 ورقه وسبت ورقه والله العظيم جات لي سؤال ب 10 درجات كنت فاكرها بتاع الريفلكس بتاع الفنجان فنجان القهوه اللي بيتصب الاصل شد ده كنت ما كنتش بحب الموضوع ده كنت سايبها ودخلت بقيه المذكره حافظها صم موت ودخلت اول سؤال في الامتحان اتكلم عن مش عارف ستريتش ريفلكس باين بيتكلم عنه كان زباله زباله سبت الامتحان مش مكمل كنت استصدتني انا عارف انا اصلا قعدت احلف ايمانات قبل اصحابي قلت لهم يا جدعان والمصحف في السؤال ده لو جه في الامتحان هتلاقوني ماشي ومكمل ومحدش يمسكني. دخلت فعلا لقيته اول سؤال في الامتحان سبحان الله. فيعني حته ورقه بتتساب هما بيبعتوا شياطين في المكان اقسم بالله بيتجسسوا عليها يا جدعان محدش يسيب ورقه ونص ورقه هتيجي ممكن تذاكر في الاخر هتيجي هتذاكر بدل ما تسيب اللي في الاول ما هيعرف برضه هيجيبه محدش يسيب الحاجه اللي هتسيبها هتلبسها في الامتحان ملهاش لازمه عمرها ما بتصيب ابدا لازم عشان تسيب لازم تيجي وتلاقي الدفعه كلها سايباها في اليوم ده تلاقي الناس كلها سايبه الورقه دي وتخش الامتحان تلاقيها جت سبحان الله. الموضوع اللي بعد كده اسمه سبرماتوسيل. يعني ايه يا دكاتره سبرماتوسيل؟ ده التستس وده الابيديدمس. بنلاقي يا دكاتره سيست كبيره طالعه من الابيديدمس مليانه فلويد الفلويد ده مليان سبيرمز يبقى سيست كبيره مليانه سبرماتيك فلويد فلويد مليان سبرم. ساعات الفلويد ده بيبقى كلير وساعات بيبقى ميلكي شبه السيمن كده في بعض مكونات السيمن وبعض البروتينات فيبقى ميلكي ان ابيرنس. يبقى لو لقيت في التستس سيست مليانه سبرماتيك فلويد سبرم مع فلويد بنسميها سبرماتوسيل. اهم حاجه في السبرماتوسيل التعريف بقيت الكلام عادي. طيب ايه سبب السبرماتوسيل؟ في نظريتين يا اما كونجينيتال يا اما اكوايرد. كونجينيتال يعني ايه؟ بيقول لك ان السيست دي امبريولوجيكال ريمينانت. يعني ايه كلمه امبريولوجيكال ريمينانت؟ ده تيشو او استراكشر متبقي من وقت الامبريولوجي ما اختفاش حاجه متبقيه من وقت الامبريولوجي كانت المفروض اتخلص منها والجسم ما تخلصش منها فضلت موجوده زي ما هي جمعت جواها سبرم وفلويد وعملت لي سبرماتوسيل. في نظريه ثانيه اكوايرد بيقول لك ايه بقى؟ الشخص ده جاله ايبيديدمايتس انفلاميشن في الايبيديدمس عمل ديستراكشن وفايبروزس. لما حصل فايبروزس في الابيديديمس الابيديديمس اتسد ولما اتسد بدا السبرم والفلويد يتجمع 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 فبدا ينفخ 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 الابيديديمس لحد ما عمل لي سيست مليانه فلويد وسبرم اسمها سبرماتوسيل. يبقى النظريه الكونجينيتال ان في حاجه متبقيه من وقت الامبريولوجي السيست دي كانت موجوده وقت الامبريولوجي وما اختفتش. اكواير واحد جاله ايبيديدمايتس وحصل فايبروزس واوبستراكشن في الايبيديدمس فعملت لي سبرماتوسيل. ممكن يا دكاتره السبرماتوسيل تبقى يونيلاترال وممكن تبقى بايلاترال. ممكن تيجي في تستس واحده وممكن تيجي في الاثنين. ممكن السيست تبقى سيمبل
وممكن تبقى مالتي لوكيولر. حد عارف يعني ايه مالتي لوكيولر؟ متقسمه من جوه اوض، متقسمه من جوه زي الاوض كده، كل اوضه فيهم فيها شويه فيلم. اشربها والله لو سالت اشربها. ممكن تبقى سيمبل، ممكن تبقى مالتي لوكيولر. السيست دي منفوخه فلويد، والفلويد ده مليان اسبرم. الفلويد ده ممكن يبقى كلير شويه، ممكن يبقى فيه بعض البروتينات اللي بتخليه ميلكي ان ابيرنس. اخر حاجه بقى في الميل، امراض التونيكا فاجينالز. امراض التونيكا فاجينالز، ها عارفين التونيكا فاجينالز ايه يا دكاتره؟ التونيكا فاجينالز دي ده فولد نازل من البريتونيوم محاوط التست، ده بريتونيوم فولد، ده السيروزا اللي بتغطي التست. وزي اي سيرا ساك طبقتين، برايتال لير وفيسرال لير بينهم كافيتي. يبقى التونيكا فاجينالس حته من البريتونيوم مغطيه التست. التونيكا فاجينالس ممكن يحصل فيها افيوجن زي اي سيرا ساك، ممكن تتملى ميه هيدروسيل، ممكن تتملى دم هيماتوسيل، ممكن تتملى لمف كايلوسيل. زي البلورة كده لما خدنا هيدروسوركس وهيموسوركس وكايلوسوركس في البريتونيوم، هيدروبريتونيوم او اسايتس، هيموبريتونيوم، كايلوبريتونيوم. انما التونيكا فاجينالس بتاخد المقطع سيل، هيدروسيل، هيماتوسيل وكايلوسيل. دول حاجه، والفاريكوسيل حاجه تاني. فاريكوسيل ده الايه؟ بامبيني فورم بليكسس بتاعه الباج فورم. انما هيدرو هيمو كايلوسيل يعني ماده متجمعه في مين؟ في التونيكا. كل موضوع من دول هتكلم عن ديفينيشن واسباب وباثولوجي. اهم حته الديفينيشن، تيجي لي تعريف في الامتحان او تيجي لي في الام سي كيو. يعني ايه هيدروسيل؟ ميه في التونيكا فاجينالز. طب يعني ايه هيماتوسيل؟ دم في التونيكا فاجينالز. طب كايلوسيل؟ لمف في التونيكا فاجينالز. يبقى التعريفات اخدهم كده مع بعض، عرفت كل تعريف فيهم، ودي اهم حاجه. كاسباب هنقسمهم برايمري وسكندري. كلمه برايمري يعني انون كوز، ممكن يحصل هيدروسيل لسبب مش معروف، او هيماتوسيل لسبب مش معروف، او كايلوسيل لسبب مش معروف. يبقى هنقسم الاسباب فيهم كلهم برايمري وسكندري. برايمري يعني انون كوز. سكندري في الهيدروسيل ممكن تحصل سكندري ايه؟ واحد عنده جنراليزد ايديما زي ايه؟ عيان الرايت سايدد هارت فيلير. قلنا الرايت سايدد هارت فيلير بيعمل كونجيشن وايديما فين؟ في كل الجسم ما عدا اللنج. طب فاكرين في الرايت سايدد هارت فيلير الموضوع كان ممكن يوصل الى اناساركا. يعني ايه كلمه اناساركا؟ ايديما في كل الجسم زائد سيرا ساكس، بلوره، بريكارديوم، بريتونيوم. طب ما هي التونيكا فاجينالس من ضمن اجزاء البريتونيوم، يبقى ممكن يحصل هيدروسيل. بشوفها اكتر في عيانين النفروتيك سندروم. ايه اعنف ايديما عندنا في الجسم؟ نفروتيك سندروم. خدناها الترم الاولاني، بتعمل جنراليزد ايديما وبتعمل اناساركا محترم، فممكن اشوف فيها هيدروسيل. يبقى ممكن عيان عنده جنراليزد ايديما يجيله هيدروسيل. ممكن يبقى عنده مشكله في التستس او الابيديديمس، انفلاميشن مثلا، انفلاميشن فلتر فلويد واتجمع في الكافيتي وعمل هيدروسيل. كباثولوجي ايه مشكلتي مع الهيدروسيل؟ كباثولوجي انا ايه مشكلتي مع الهيدروسيل؟ مشكلتي ان في ميه اتجمعت بكميات كبيره في التونيكا هنا. طب الميه اللي متجمعه بكميات كبيره دي هتعمل ايه؟ هتضغط على التستس وتعمل بريشر اتروفي في التستس. ممكن يحصل سكندري بكتيريال انفكشن هنا، وساعتها الميه هتتحول بص، والمنظر يقلب لبايو سيل. يبقى لو حصل سكندري بكتيريال انفكشن الميه هتقلب بص وتتحول لبايوسي. طب الهيماتوسيل دم في التونيكا، قسمها برايمري وسكندري. برايمري انون كوز. امال سكندري؟ سكندري لتروما، واحد اتخبط جامد او اتعور في التستس نزل الدم في التونيكا. واحد عنده مالجننت تيومر، تيراتوما مثلا، مالجننت تيراتوما، مش اي مالجننت تيومر، بيعمل هيموريدج ونيكروزس، فممكن يحصل هيموريدج في مين؟ في التونيكا.
واحد عنده هيموراجيك بلاد ديزيز زي الهيموفيليا مثلا، سيوله الدم، عيان الهيموفيليا بينزف من اي حته، ممكن ينزف من مين؟ في التونيكا ويحصل له هيماتوسي. طب كباثولوجي ما هو نفس الكلام اللي قلناه في الهيدروسي، برضو دم متجمع في التونيكا هتضغط على التستس وتعمل بريشر اتروفي، ممكن يحصل سكندري بكتيريال انفكشن وتقلب بايو سي. طب هو الجسم بيتعامل مع الدم ده ازاي؟ احنا قلنا الجسم بيتعامل مع الدم او مع الكلوت او مع الثرومبس بعمليه اسمها ايه؟ اورجانيزيشن. بيقوم جاي عامل فايبروزس في مين؟ في التونيكا فاجيناليس، فيلزق التونيكا. اما الكايلوسيل لمف في التونيكا ممكن يبقى برايمري او ممكن يبقى سكندري. اشهر مرض يعمل كايلوسيل هو مرض ايه؟ الفيلارييزس، الاليفانتييزس، البوشراريا بانكروفتي، اللي بيعمل الاليفانتييزس في اللور لمف وكمان في الجينيتاليا، بيعمل لمف ديما نون بيتنج ديما في اللور لمف وكمان حوالين التستس فيعمل كايلوسيل.